اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من قوات كينج هيستوري، القوات اللي بنتكلم فيها عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الاسره الخمسه، وبالتحديد هنتكلم عن اخر ملوك الاسره الخمسه وهو الملك اوناس. ومن الاختلافات اللي بتدور بين علماء الاثار حوالين الملك اوناس ان كانت ليه زوجتين، والزوجتين دول كانوا ملكتين، وده طبعا استناد للمقابر اللي مدفونه فيهم الملكتين دول، وان هم قريبين جدا من هرم الملك اوناس. وده طبعا الاختلافات دي سببها الاول هو الاختلاف حوالين ولي عهد الملك اوناس. وبنهايه عهد الملك اوناس بينتهي عصر الاسره الخمسه، وده طبعا بالنسبه لمانيوتون المؤرخ المصري القديم، وده طبعا بيرجع لان الملك اوناس حسب اعتقادات علماء الاثار ما كانش ليه اي ابناء، عشان كده بنهايه عهد الملك اوناس بينتهي عصر الأسرة الخمسة في مصر القديمة. وطبعا علاوة على كل ده ان قائمة ملوك تورينو بتأكد ان بعد عهد الملك أوناس حصل انتقال للسلطة من الملك الشرعي، وبيعتقدوا ان الملك اللي جه بعديه كان ملك غير شرعي لانه ما كانش وريث للعرش، ما كانش ابن او اخ للملك اوناس. عشان كده بيعتقدوا ان الفترة دي كانت فترة انتقال مصر من عهد الاسرة الخامسة لعهد الاسرة السادسة. بالاضافة لكل ده لان بعد عهد الاسرة الخامسة حصل تدهور في احوال الدولة، عشان كده ده برضو كان انتقال من عصر بناة الاهرامات اللي هو كان عصر الازدهار لعصر الاضمحلال الاول اللي هو عصر الضعف حصل لمصر. ومن وقت قريب جدا عصر بعثة التنقيب اشترك فيها الدكتور سليم حسين على بقايا لهرم صغير كان موجود في منطقة سقارة، وبيعتقد علماء الآثار ان الهرم الصغير ده هو هرم الملك أوناس، وكان على مقربة كبيرة جدا من هرم الملك زوسر المدرب. ومن المعتقدات اللي دايرة ما بين علماء الآثار وكان بدأ بيها عالم الآثار او عالم المصريات الدكتور يارومير مالك، ان هرم أوناس كان اول مره يظهر فيها نصوص الاهرام، وكان هرم اوناس جواه بدايه ظهور نصوص الاهرامات. وبيعتقد علماء الاثار ان بعد ظهور النصوص دي سماها المصريين القدماء باسم سفر الميلاد. وبيعتقد علماء الاثار ان النصوص دي بتحتوي على طقوس ملكيه عشان يتم الاحتفال من خلالها بالاعياد الملكيه. دلوقتي هنبدا كلامنا عن تفاصيل عن هرم الملك اوناس. وهرم الملك اوناس من ضمن مجموعه الاهرامات اللي موجوده في منطقه سقاره وبناه الملك اوناس، وهو اخر ملوك الاسره الخمسه. وفي وقت بناء الهرم ده كان بين المصريين بيتداول على انه مناطق اوناس الجميله، انما في الوقت الحالي هو عباره عن خراب، والهرم نفسه اللي هو الهرم الرئيسي باين كانه كتله صغيره، وانه ما كانش هرم في وقت من الاوقات. وبالنسبة للغرف والأماكن اللي موجودة جوه الهرم مدون عليها نصوص، والنصوص اللي كانت مدونة جوه الهرم ده هي أول اكتشاف حصل لعلماء الآثار بالنسبة لنصوص الأهرامات. وفي غرفة الدفن نفسها قدر علماء الآثار إن هما يلاقوا بقايا مومياء الملك، ولكن كل المومياء نفسها ما كانتش موجودة بشكل كامل جوه تابوت الملك. وفي نفس الوقت علماء الآثار مش متأكدين هل البقايا اللي موجودة جوه التابوت دي راجعة للملك أوناس نفسه، ولا البقايا دي ملهاش أي علاقة بالملك أوناس وبترجع لملك تاني. وفي منطقة الشمال الشرقي من الهرم في مصطبة مبنية على شكل قبر، والقبر اللي جوه المصطبة دي بيعتقد علماء الآثار إن هي راجعة لزوجات الملك. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أكمل كلامي معاكم عن تفاصيل عن هرم الملك أوناس، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.